السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج أزمة أخلاق. النهاردة حلقة استثنائية وحلقة قوية جدا، تابعونا عبر هذه الشاشة الواعية، عبر هذه الشاشة الهادفة، شاشة قناة الصحة والجمال. تحياتي ليكم في كل مكان داخل مصر وداخل الوطن العربي. النهاردة حلقة قوية وهيكون مشرفني فيها ضيوف لأول مرة يطلعوا معايا إن شاء الله بإذن الله، ربنا يوفقنا في هذه الحلقة. واسمحوا لي في بداية الحلقة أن أرحب بالداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. أهلا بك يا شيخ أيمن، منورنا. أهلا بك يا إبراهيم، وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. يا أهلا وسهلا. كما أرحب أيضا بالأستاذ عيد سرحان. أهلا بك يا أستاذ عيد، منورنا. يا مرحب بك يا أستاذ إبراهيم. كما أرحب أيضا بالمبتهل الديني والمنشد الديني الأستاذ حسن زيد. أهلا بك يا أستاذ حسن. أهلا بك يا فندم، ربنا يخليك. مشاهدينا في كل مكان، النهاردة هنتكلم في حلقة قوية جدا عنوانها ففروا إلى الله. ده عنوان حلقتنا النهاردة إن شاء الله. من برنامج أزمة أخلاق من حييكم، الذي يبث على هذه القناة في 9 صباحا كل يوم أحد، ولكن الحلقة النهاردة حلقة استثنائية وهنتكلم فيها وهنتناقش حول الكورونا، فيروس الكورونا، وناخده من الناحية الدينية. وخلوني أسأل الشيخ أيمن أول سؤال. شيخ أيمن، إحنا عندنا أزمات كتير، ففروا إلى الله ده عنوان حلقتنا النهاردة، هي إحنا أزمتنا أزمة إيه يا شيخ؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إحنا أزمتنا أزمة أخلاق. أزمة أخلاق؟ أزمتنا أزمة أخلاق، أزمتنا أزمة إنسان أزمته هجر القرآن. أزمتنا أزمة أخلاق، أزمتنا هجر وبعاد، أزمتنا قتل ودماء. أزمتنا أزمة إنسان أزمته على غير إيمان. أزمتنا أزمة إنسان أزمته هجر القرآن. أزمتنا هجر وعناد. أزمتنا هجر وبعاد. أزمتنا هجر وعناد. أزمتنا كذب وفجور، أزمتنا كشف المستور. أزمتنا أزمة أخلاق. أزمتنا قتل ودماء. أزمتنا هجر وعناد. أزمتنا غيبة ونميمة ورياء. أزمتنا كذب ورياء. أزمتنا أزمة إشاعات. أزمتنا أزمة إنسان. أزمتنا أزمة أخلاق، أزمته هجر القرآن. نسأل الله أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. طب بعد اللي قلناه ده كله يا شيخ، في حل؟ الحل أن نرجع لله خالقنا ونتحلى بأخلاق نبينا صلى الله على من علم الدنيا الخلق، صلى الله على من علم الدنيا الحب، صلى الله على من علم الدنيا الرحمة، صلى الله على من علم الدنيا الأدب، صلى الله على من علم الدنيا الرضا، صلى الله على من علم الدنيا جبر الخواطر، صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فيروس كورونا يا شيخ، وده أول سؤال ليك، ما هو الحل للخروج من هذه الأزمة أو من هذه المحنة؟ الحل كما قلت في عنوان الحلقة، ففروا إلى الله، أي العودة إلى الله. لا منجا لنا في هذه الأيام وهذا الوباء هذا البلاء إلا بالرجوع إلى الله. انظر إلى حال العالم اليوم، والله نبكي على ما يحدث. تخيل كده إبراهيم، طبعا هو في الابتلاء بيبقى رحمة للمسلمين، لكن نقمة والعياذ بالله على العصاة والفاسقين والكافرين. فنسأل الله أن يجعلنا من الموحدين المؤمنين الصادقين. آمين يا رب العالمين. تخيل أنت لو ما رجعناش إلى الله، والله الأزمة هتشتد. مش هتتحل إلا برجوعنا إلى الله. أنت في حياتك كل شيء بتفر منه، المرض بتفر منه، عندك مشكلة عايز تفر منها، عندك هم عايز تفر منه،
عندك مصيبة عايز تفر منها، عندك أي وجع عايز تفر منه، حتى الموت تفر منه، إلا الله تفر إليه. ففروا إلى الله، ارجعوا إلى الله، والله لا منجى لنا ولا نفع إلا بالله، فالنافع هو الله والضر هو الله، فالذي أنزل علينا هذا البلاء وهذا الوباء هو الله، ولا يصرف إلا بإذن الله. وهكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. نرجع إلى الله ونتوب إلى الله. والله أتخيل لما حاكم لدولة يعني غربية يقول عايزين نخلي يوم 15 صلاة للإله عشان ندعو الله أن يرفع عنا هذا، وده على غير الإسلام، يبقى احنا حنا ايه بقى مع الله؟ احسنت يا شيخ. نرجع الى الله، كله يتوب، كله يستغفر، كله يدعو الله ان يكشف عنا ما نحن فيه. الرجوع الى الله، ودي كانت اجابه الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري للخروج من هذه الازمه او من هذه النكبه. وكما قال الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري ان الابتلاءات للمسلمين رحمه بعباده، اما للكافرين فهي نقمه وغضب لما عصوا الله ولم يتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخليني سريعا أتوجه بسؤال للأستاذ عيد سرحان. أستاذ عيد، وانت شاب حضرتك، تقدر تنصح ايه للشباب دلوقتي اللي من سنك في كل منطقة من المناطق، يعملوا ايه علشان يساعدوا الناس ويساعدوا الأهالي طبعا اللي هم غير القادرين ان هم يعيشوا الحياة اليومية؟ انت عارف ان هيبقى دلوقتي في زي حظر من 7 بالليل ل6 الصبح، فطبعا المعايش هتضيق شويه. عايزين بقى يعني رساله للشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اللي ده يعني الموجود حاليا دلوقتي هو اختبار من ربنا زي ما قال الشيخ ايمن، ففروا الى الله. المفروض ان كل شاب في كل منطقه يبتدي يعمل حملات توعيه، اللي هي حملات الرش، يعني في حاجات رش كده، تطهير المبيدات، يعني المطهرات. كل شاب كده واعي يعمل لجان بقى، يعني هي دي المفروض بقى ايه وقت اللجان ووقت ظهور النخوة المصرية. الشباب المصريين يبتدوا يتجمعوا ويلموا من بعض ويجيبوا اللي هي عمليات التطهير، ويبتدوا يطهروا الشوارع، يبتدوا يطهروا البيوت. واللي بيحصل ده اختبار كبير قوي قوي من ربنا، عشان يبقى فيه اللي هو اللي التماسك الاجتماعي اللي احنا فقدناه. يعني يبتدي تنظيف القلوب، تطهير القلوب، اللي بيحصل دوت يعتبر اختبار كبير جدا جدا من ربنا عشان نقرب ليه. يعني الشباب ياخدوها من ناحيه جبر الخواطر ويبداوا يسخروا نفسهم لخدمه الناس، الاهالي الغير قادرين، فيجمعوا فلوس من بعض ويجيبوا بقى المبيدات والرش والمطهرات والحاجات دي. بالظبط كده، ده اللي تقصده يا استاذ. هي دي كده. مشاهدينا النهارده معانا المبتهل الديني الاستاذ حسن زيد. فعايزين يا استاذ حسن يعني تسمعنا حاجه كده يعني تكون في صلب الموضوع، اتفضل. لا اله الا وحده لا شريك له، يا صاحب اليسرى أسرى الكريم بعبدي صليت في الأقصى الإمام.
العظام جبريل لا يخطو هنا جبريل لا جبريل لا يخطو هنا أنت المقدس للمنتهى من ذا الذي بلغ المقام هذا النبي المسر يا بي خير الآنان. أحسنت أحسنت يا أستاذ حسن. داعي الإسلام الشيخ أيمن المصري، هل المعاصي والذنوب وترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين، وإحنا قد إيه شايفين المجتمع بعيد كل البعد عن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ده سبب من الأسباب لتفشي هذه الوباءات؟ والله ده سبب لعله، لكن احنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، كرمنا الله تبارك وتعالى تكريما ما كرمه أبدا لأمة قط، شرفنا تشريفا يليق بجمال وكمال وطيبة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والله والله إن الله رؤوف بهذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. هقول لحضرتك قصة وياريت كل المشاهدين يعيشوها. إحنا قلنا ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. سيدنا موسى وهو من هو؟ هو كليم الرحمن عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء. سيدنا موسى منع من المطر، المطر لم ينزل، الزرع هيجف، الأرض هتبور، فسيدنا موسى عايز يصلي صلاة الاستسقاء، أخذ 70,000 من قومه وخرج إلى الصحراء مكان واسع 70,000 عشان يصلوا ويتضرعوا إلى الله ويتقربوا إلى الله بالدعاء والانكسار والافتقار. عيش بقى معايا كده الموضوع. سيدنا موسى وهو من هو؟ هو الكريم، يصلي يدعو الله ويتقرب إلى الله بالافتقار ويتقرب إلى الله بالتضرع، وبيأمن وراه 70,000 رجل من أمته، ورغم ذلك بعد ما انتهوا من الصلاة لم ينزل الماء، مفيش مطر. تخيل. فموسى تعجب لأن الملك كريم، الملك رحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فسيدنا موسى تعجب فقال يا رب دعوناك ورجوناك وانكسرنا لك يا عزيز يا وهاب، لماذا يا رب لم تنزل علينا الخير؟ لما لم تنزل علينا الخير أي للماء؟ فقال الله تبارك وتعالى لموسى يا موسى إن بينكم رجل عاصي. رجل واحد عاصي واحد يمنع نزول الماء يا شيخ واحد. تخيل إحنا بقى دلوقت شوف كم واحد بيسرق، كم واحد بيزني، كم واحد بيشرب خم، كم واحد بيرتشي، كم واحد مرائي. إحنا حالنا بقى صعب، مرائي، المساجد أغلقت، زي ما يكون المساجد مش عايزة ترى وجه المنافقين، وجه المرائين. لما تسمع كده بعض الدول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم، صلوا في منازلكم. تخيل انت الموضوع. لما يتمنع السلام، السلام بلاش نسلم على بعض، ده دليل ان في بينا حقد انتشر. ولا ايه الموضوع؟ دي حقيقه من كتر حقدنا دي حقيقه فعلا، دي حقيقه فعلا. من كتر الضغينه اللي في قلوبنا والكراهيه، زي ما يكون مثلا ده او دي دي ده, ده اثر الذنوب، ان احنا حتى باش نسلم على بعض السلام اصبح بالاشاره من بعيد لبعيد. سيدنا موسى بيسال يا رب بسبب واحد، بسبب واحد، واحد منعوا من الخير. فموسى وقف كده بينادي في قومه يا قوم إن الله أخبرني أن بيننا رجل عاصي، في واحد بيننا بيبارز الله بالمعاصي، مش هينزل الماء ولا هينزل لنا الخير إلا
اما يخرج ركز معايا ازاي نشوف الموضوع عامل ازاي، عشان احنا بينا في ازمه حقيقيه، ازمه اخلاق. الراجل اول لما سمع اخرج، طب ازاي ده انا لو خرجت هتفضح قدام العباد، ده انا لو دلوقتي طلعت قدام الناس وخرجت من بينهم هيتعرف ان انا اللي ببارز ربنا بالمعاصي. عمل ايه هذا الرجل؟ بكى وتضرع الى الله وتقرب الى الله بالدعاء والانابه والتوبه، تاب بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. مره واحده السماء امطرت، الخير نزل، العباد وامه موسى والذين خرجوا معه لصلاه الاستسقاء فرحوا فرحه غامره. فسيدنا موسى تحجب، الماء نزل والراجل ايه لم يخرج، فقال يا رب لقد انزلت علينا الخير ولم ينزل ولم يخرج من بيننا هذا العاصي. فقال يا موسى تاب فتبت عليه. تخيل انت، طب يا رب دلني من هو، مين هو عايز اعرف. قال يا موسى سترته وهو عاصي، افضحه الان وهو تائب يا موسى. الله احسنت يا شيخ، احنا حلينا. احسنت يرجع الى الله. المعاصي وكثرة الذنوب هي دي كانت إجابة الشيخ أيمن لسبب نزول هذه الابتلاءات. فروا إلى الله أو ففروا إلى الله، ده موضوع حلقة النهاردة. ومعايا مداخلة من الزميل الإعلامي الأستاذ هاني الهواري، وأنا عارف قد إيه الأستاذ هاني الهواري قايم بدور كبير جدا 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 في التوعية والمباشرة للتجار في منطقته في شبرا الخيمة. أهلا بك يا أستاذ هاني، منورني. ألو، الاتصال اتقطع. طب ماشي، هاتوا لنا الاستاذ هاني الهواري تاني على التليفون. استاذ عيد، زي عارفين طبعا المعاصي كتير قوي من الشباب، يعني عايزين نصيحه كده للشباب ترجع لربنا سبحانه وتعالى ونعيش بقى بالحب والخير. وانت عارف قد ايه كميه النفاق اللي بتحصل ما بين الاصدقاء، وكل صديق يفتكرها شطاره بقى ان هو بيضحك على صديقه وبتاع، والاسم ان هو صديق بالاسم بس. انا عايز بقى يعني فين الحب اللي بين الاصدقاء، وفين الوفاء، وفين الامل في بكره بالنسبه للوفاء ما بين الاصدقاء. عايز اقول لكل شاب، خلي حبك لربنا، خلي حبك لربنا وصاحب ربنا وقرب من ربنا، واعمل الخير لوجه الله مش عشان خاطر لصاحبك ولا لحد قريبك ولا اي، لوجه الله، تعشم في الله فقط. طب ايه حل الاصحاب مع بعض والاصدقاء النهارده؟ ما بقاش ما بقاش ما بقاش يا استاذ ابراهيم، ولا في اصحاب ولا في اصدقاء ولا في حب، وخلاص الكلام ده كان زمان. صديق المصلحه يعني تقدر تقول، هو اللي موجود حاليا دلوقتي صديق المصلحه، المصلحه فقط. انتهت المصلحه خلاص، بدور على صديق غيره يعني. خلاص يا استاذ ابراهيم، صح كده؟ دي حقيقة. احسنت يا استاذ عيد. هنسمع بقى المجتهد الديني استاذ حسن زيد. طب ناخد المداخله دي، معايا الاعلامي والزميل الاستاذ هاني الهواري. اهلا بك يا هاني. الو. الو، مساء الخير. اهلا، مساء الخير يا فندم. بقول لك معايا برنامج عشان الخير. مين معايا؟ عرف نفسك. الو، معاك فهد من مرسى مطروح يا باشا. يا اهلا وسهلا، برنامجنا ازمه اخلاق والحلقه بتاعتنا ففروا الى الله، عايزين رساله سريعا كده. الو، طيب خلينا نسمع المبتهل الدين حسن ابو زيد ونرجع تاني ان شاء الله باذن الله للمداخلات. اتفضل يا استاذ حسن. اصحوا يا عالم، ده ما فيش فرصة وبار نجاة إلا رجوعنا لوجه الله. شايفين بعدنا عن ربنا، وصلنا يا ناس لفين، أمراض بتنتشر وصراع بين البشر، أمراض بتنتشر وصراع بين البشر،
والأداء والأمر في ذنوبنا بنستمر ونعصي أمر الله. يا عالم يا خلايق ليه ننسى ربنا؟ ما تنسوش الحقايق ليه نكره بعضنا؟ لا باقي دنيا ولا حياة، ده الباقي هو وجه الله. أمراض بتنتشر وصراع بين البشر والأداء والأمر، والأداء والأمر في ذنوبنا بنستمر ونعصي أمر الله. يا عالم يا خلايق ما تنسوش الحقايق. أحسنت أحسنت يا أستاذ حسن بجد يعني. معنا الإعلام والزميل هاني الهواري، أهلا بك يا هاني. مساء الخير. مساء الخير إبراهيم، مساء الخير على كل السادة الضيوف اللي مع حضرتك الشيخ أيمن المصري، ومش عارف مين مع حضرتك تاني، إن إحنا بدأنا في مبادرة. مساء الخير عليكم ويا رب سلم مصر. ممكن تعلي صوتك بقى يا هاني بعد إذنك. بحييك يا إبراهيم وبحيي كل السادة الضيوف اللي معاك في برنامج أزمة أخلاق. ربنا يخليك يا هاني، وأنا عارف قد إيه الدور اللي عليك النهاردة، وبتعمل حاجات كتير. أنا متابعك طبعًا، والأستاذ هاني الهواري الإعلامي هاني الهواري والزميل مقدم برنامج أحداث الساعة قايم بدور كبير جدا في منطقة شبرا الخيمة وعلى مستوى القليوبية. اتفضل يا هاني. لا يا إبراهيم، كمان ده احنا يمكن بدأنا مبادرة شعبية، مبادرة جميلة جدا بتتلاحم مع كل الفئات اللي موجودة على مستوى المدينة كلها، من رجال أعمال لشباب لفتيات. ويمكن بدأنا بالفعل في أول المبادرة النهاردة وجمعنا كمية كحول كبيرة قوي من أحد رجال الأعمال اسمه الحاج سيد حجازي، وكمامات يمكن أكثر من حوالي 1000 كمامة. وفي بداية هذه المبادرة هيبقى في رش في الشارع في شبرا في خلال 48 ساعة القادمين، وتطهير كامل وتوعية للناس إن هي ما تنزلش من بيوتها في الفترة اللي احنا فيها دي، لأن أنت عارف طبعا الفيروس إبراهيم اكتسح العالم بطريقة غبية جدا، ويمكن احنا في الموجة الثانية من مرض كورونا. ربنا يسلم مصر وشعب مصر العظيم. الفترة الجاية مش عايزين نوصل للفئة الثالثة من هذا المرض، فنتمنى سلامة الناس في كل مكان بإذن الله. وأنا شايف إن برنامج أزمة أخلاق فيه توعية كاملة وشاملة من السادة الضيوف اللي عند حضرتك. ربنا يخليك يا هاني، وأنا عارف قد إيه الدور اللي أنت بتقوم بيه، وطول ما في أمثالك يا هاني مفيش خوف على مصر. وأنا بقول لك هنا من برنامجي أزمة أخلاق، طول ما في ناس شرفاء وناس وطنيين بيحبوا بلدهم بجد، وانا عارف قد ايه اشتغل هاني. شكرا لمداخلتك يا استاذ هاني. كان معايا الاعلامي هاني الهواري مقدم برنامج احداث الساعه. شكرا شكرا لمداخلتك يا استاذ هاني. شيخ ايمن، النهارده الناس خايفه وعندهم هلع وعندهم خوف وعندهم رعب لدرجه ان ما بقوش حتى ينزلوا الشوارع والكلام ده. لماذا الهلع؟ لماذا الخوف؟ ففروا الى الله. والله المؤمن ما بيخافش. المؤمن ما بيخافش. الايمان قوي. هيخاف من ايه؟ انت هتموت كم موته؟ هي موته واحده يعني. هي موته واحده. التفكير دلوقتي طبعا هو الموضوع لازم نبقى فيه فاهمين حاجه، ان انا التزم بالاوامر الدوليه. شوف دولتي في قوانين ماشي عليها لازم امشي. الموضوع فيه خطر، فيه خطر، واخد بالاسباب. فمفيش حاجه اسمها بقى نخليها كله على الله. وكله بامر الله طبعا، بامر الله. لكن انا اخد بالاسباب واخد الاحاطه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا لا ضرر ولا ضرار. طيب احنا دلوقتي في ناس بتخاف وناس بتخافش. اللي بيخاف، اللي خايف على الحياه، اللي كل همه انا عايز اعيش، اللي عمال يجري ويكنز ويملى التلاجات ويملى البيت عنده خزين، هو الموت لو جالك الاكل هيعمل لك ايه؟ انا عايز افكر في حاجه واحده، عايز افكر ازاي اصلح من نفسي، ازاي لو لا قدر الله المرض انتابني او جالي، وان قدر الله مت، اموت موته صحيحه، اموت موته طيبه، ربنا يرزقني حسن الخاتمه. هو ده اللي عايز افكر فيه. الشباب اللي عماله تقضيها على الشات، اللي عماله تقضيها كليبات، بدل ما ترجع كده وتمسك القرآن ومتوب إلى الله وتمسك السجادة وتصلي. يا راجل في دول دلوقتي اتحرمت من صلاة الجماعة،
الموضوع اصبح ازمه دوليه والله يا شيخ، ازمه أيمن. عالميه والله يا شيخ ايمن. ليا يعني زميلتي صحفيه بتقول لي يا ابراهيم انا خايفه وقلقانه ومش عارفه انزل من البيت، وكميه الرعب والخوف في صوتها في المكالمه. قلت لها سيبي الامور على ربنا سبحانه وتعالى، بس ناخد الاحتياطات بتاعتنا والحذر ونفعل ولا ترموا بايديكم الا التهلكه. ناخد الحذر بس مش اكتر، لكن الخوف من الموت. طب هناخد المداخله دي. انا معايا طبعا معالي اللواء الشريف ابن الشريف، سياده اللواء احمد ابو العزائم، رئيس مجلس اداره مؤسسه ابو العزائم للاعمال الخيريه. اهلا بك يا سياده اللواء. اهلا اهلا وسهلا. احمد بيه، النهارده بنتكلم عن الكورونا، وواخدين موضوع الكورونا ده من الناحيه الدينيه شويه، وحلقتنا ففروا الى الله. انت شايف يعني كثره المعاصي يا سياده اللواء هو ده سبب رئيسي من نزول الابتلاءات دي؟ طبعا طبعا، من الواضح طبعا ان في ده اولا وباء عالمي. يعني ما ناخدش الموضوع بس بشخصنا على ان هي الدول العربيه والاسلاميه او على مصر بالذات، ولكن هو وباء عالمي، وده يعني بينص كده او بيدعو الى التوحد العالمي نحو الانسانيه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والموضوع موضوع كبير قوي يا جماعه، ولازم نمتثل بالاوامر الموجوده على الدوله. الدوله بتقول عدم توابد التجمعات، عدم وجود في النوادي، الاهاوي، عدم احتكار السلع. لا، دي ضعف الايمان ان انا اخد سلع واخزنها عشان اعمل بيها اتجار وارفع السعر واعمل تعطيش للسوق واكسب في حاله الوباء والابتلاء اللي احنا فيها دي. احنا بنقول تقرب الى الله بكل الاعمال الصالحه. يعني احنا كنا كل سنه بنحتفل بمولد سيده زينب رضي الله عنها، طاف مؤسسات الشريف اللواء عصام الدين ماضي ابو العزام للتنميه وحقوق الانسان والصداقه بالشعوب. لما الدوله اجلت الموالد او لغيتها عشان التجمعات، احنا عملنا ايه؟ فرقنا الثمن اللي كنا هنذبح بيه وناكل الناس ونهيص الدنيا ونعمل بيه الاحتفالات، عملنا بيه شنط مواد غذائيه للتوزيع على كل المحتاجين وكل اعضاء مؤسسات ابو العزائم في من اسكندريه لاسوان. وده دوركم يا سياده اللواء، يعني الوقت ده فعلا بجد ده دوركم. يعني احنا بنقول دلوقتي الرئيس بيقول تكافل وكرامه، لما تكون كل اسره، كل مجتمع، كل عماره، كل نادي، كل نقابه حسب اللي فيها اللي محتاج، هو ده قرب الى الله. تقرب الله ازاي؟ انك انت تحب لاخيك ما تحبه لنفسك. احسنت يا سياده اللواء. انا وبعديها الطوفان الم كل الحاجات اللي في السوق، اخد واعمل ليا ولعيالي، كلنا وصفة واحدة، احنا كلنا المصريين على قلب. احسنت الرسالة اكيد وصلت يا سيادة اللواء. انا بشكر طبعا مداخلة سيادة اللواء الشريف ابن الشريف، سيادة اللواء احمد ابو العزائم، رئيس مجلس ادارة مؤسسة ابو العزائم للاعمال الخيرية. شكرا سيادة اللواء، كنت معنا مشرفنا. معايا مداخلة الاستاذ عز الدين العربي. اهلا بك يا استاذ عز. اهلا بك استاذ ابراهيم، منورين الشاشة والله. ربنا يخليك يا استاذ عز. النهاردة من برنامج ازمة اخلاق، وعنوان الحلقه ففروا الى الله. قد ايه شايفين بقى ان احنا بعدنا عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدنا عن سماحه واخلاق الدين الاسلامي؟ عايزين رساله سريعا كده يا استاذ عز. والله يا استاذ ابراهيم انت اصبت كبد الحقيقه. للاسف احنا الفزع والهلع من الفيروس ده هو اللي بين قد ايه ايماننا ضعيف جدا جدا جدا. والحال وما قالت لي الأحوال، يعني بدءا من بيت الله الحرام للمساجد لغيره. يعني نتمنى ان احنا قبل ما نخاف من الفيروس نخاف من ربنا بس. عندك نتقي الله في أنفسنا. يعني عندك حق. شكرا لمداخلتك الأستاذ عز الدين العربي، شكرا لمداخلتك. معنا مداخلة الأستاذ مجد أمين. أهلا بك يا أستاذ مجد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج أزمة أخلاق وحلقة النهاردة ففروا إلى الله. أول بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي ليكوا وليكوا الضيوف اللي موجودين مع حضرتك. معنا الداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري، معنا الأستاذ عيد سرحان، معنا المنشد والمبتهل الديني الأستاذ حسن أبو زيد، اتفضل سريعا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. والله الابتلاء اللي احنا فيه دوت زي ما قال الشيخ أيمن، هو ده ابتلاء من عند ربنا وبعد عن الله. واخد بال سعادتك؟ اتفضل. الو، اتفضل معاك. الو، ايوه ألو. معاك اتفضل. اتفضل اسمعني من التليفون، وطي صوت التلفزيون، اسمعني سريعا من التليفون.
شكرا للمداخله الاستاذ مجدي امين، كان معايا الاستاذ مجدي امين، شكرا للمداخله. مشاهدينا كما عودناكم ان الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري قائم بحمله العلاج من الاسحار ومن المس ومن الجان، فاي حد مبتلي بقى، اي حد محسود يتواصل مع الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري. المخرج بس ينزل رقم الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري على الشاشه، ونزل لي برضو التواصل مع اداره البرنامج الاستاذ عيد. شيخ ايمن، الخوف والهلع، الناس خايفه جدا يعني. ان حدثوك عن الخوف حدثهم ان الله رحيم. والله رحيم وكريم، كريم، الله لطيف بعباده. مش هيخاف الا العاصي، مش هيخاف اللي ذنوبه كتير. لكن العبد الطائع اللي لازم سجادته وماسك المصحف وشغال استغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طول ما انت بتستغفر قريب من ربنا ما تخافش، لان انت لو مت هتموت على طاعه، لان من عاش على شيء مات عليه. لكن الشباب بقى اللي هي الفريش واللي دايما في لهو ومعازف هم دول اللي يخافوا، فهي موت هنذوقها في الدنيا، فانت اختارها. سيادة اللواء احمد بيتكلم عن جشع التجار، انا مستغرب ان في وباء وفي مرض ومرض خطير والناس كل تفكيرها في التجارة. انا مستغرب ازاي ده مش خايف. طب لو جاله الفيروس ده هيعمل بيه بالفلوس؟ هيسرق كل اللي جمعه بجد يعني. هيعمل ايه بالفلوس دي؟ عارف يا شيخ ايمن، انا في المرحلة دي الاسبوع اللي فات نزلت بوست كده على صفحتي على الفيسبوك، قلت لو عرفوا ان القيامه هتقوم بعد اسبوع هيغلوا على الناس سعر المصاحف عشان يتوبوا لله. تخيل هيغلوا سعر المصاحف عشان عارفين التجاره. طبعا تجاره. الناس ديت مش عارف هيكون حالها ايه مع الله. طب بالله عليك، كل واحد احتقر سلعه وغلى سلعه، طب عملت خير ايه لفقير، ولا عملت ايه بالظبط للفقراء؟ زي ما كده كسبت واحتقرت السوق في سلعه، بالله عليك هل اخرجت للفقراء والمساكين اللي هم مش عندهمش استطاعه؟ ولا حلنا ايه؟ المعاصي كترت، الذنوب كترت، الاثام كترت، البلاوي عمت علينا بسبب ايه؟ الذنوب. والله مش هترفع الا بالتوبه والرجوع الى الله. انا بسال سؤال، كل اللي شايفيني دلوقتي، انا وانت وكل اللي قاعدين وكل المشاهدين، اسال نفسك كده، انت من ساعة ما عرفت عن هذا الوباء انت تبت لربنا في اليوم كم مرة؟ كم مرة تبت؟ كم مرة في اليوم استغفرت؟ كم مرة سألت الله ان يرفع عنا هذا البلاء؟ كم مرة؟ كم مرة عايزين نرجع بقى، عايزين نتوب الى الله ونحب بعض ان شاء الله. نحب بعض. احسنت يا شيخ ايمن، احسنت. طب نسمع حاجة سريعة بقى من أستاذ حسن زيد كده، سريعا كده يا أستاذ حسن في دقيقة. ينادي العبد عند القرب مولاه فيدعو ويرجو من رحمه برغم والعصيان ناداه أناب إليه، أناب إليه والرحمن لباه. في دقيقة أبشر كل الناس إن أنا عندي حد صاحبي اسمه الأستاذ حسيني، ده يعتبر من ضمن العلماء اللي في مصر، عنده شركة كيرو فاك الألمانية، اخترعت مصل لمرض بتاع كورونا ده، فالموضوع خلصان بإذن الله. وأحب أبشر الشعب المصري بالاختراع الجميل دوت، شاب مصري اسمه الأستاذ حسيني هو اللي اخترع الاختراع دوت. أحسنت، أحسنت وسعيد. في نهاية حلقتي طبعا والوقت دهمنا سريعا، لا أملك إلا أن أتوجه بالشكر للداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. كنت معايا الشيخ أيمن، منورني. الله يكرمك.
كما اتوجه ايضا بالشكر للاستاذ عيد سرحان، كنت معايا يا استاذ عيد منورني. الشرف لينا يا استاذ بهيم. كما اتوجه ايضا بالشكر للمنشد والمبتهل الدين الاستاذ حسن زيد اللي كان فعلا منور برنامج ازمه اخلاق النهارده. شكرا يا استاذ حسن. شكرا يا فندم. ربنا طبعا مشاهدينا في كل مكان، عايزين نرجع بقى الحب واليقين بالله سبحانه وتعالى. جبر الخواطر يا جماعه في هذه الايام، اي حد بقى عايز عنده زكاه مال يسارع بطلعها دلوقتي. قد ايه الناس محتاجه وقد ايه الناس مستنيه لقمه العيش يا جماعه، لقمه عيش في بطن جائع خير عند الله من بناء الف جامع. عايزين بقى نعيش بقى مع بعض. مسيحي جنب مسلم، سألت يوما طفلا هل أنت مسيحي أم مسلم، فكانت إجابته إني جائع. عايزين بقى تكافل اجتماعي ما بيننا وما بين بعض، قد إيه عارفين الناس محتاجة دلوقتي. اللي عنده زكاة مال، وبناشد كل رجال الأعمال اللي عملوا فلوس من خيرات هذه البلد، ده شعب مصر يا جماعة، شعب مصر مش هيموت، مصر مش هتنتهي، وياما عدت على مصر كوارث ونكبات، ولكن المولى سبحانه وتعالى حارسها من فوق سبع سماوات. عايزين نتكاتف مع بعض، نعمل تكافل اجتماعي بيننا وبين بعض. خبط على جارك قول له محتاج ازازه زيت اجيبها لك، محتاج كيلو سكر، وبابتسامه كبيره كده محتاج رغيفين عيش اجيبهم لك. قد ايه الناس محتاجه دلوقتي التكافل الاجتماعي. اي حد عنده زكاه مال يسارع بيها دلوقتي في هذه الايام، حتى لو زكاه المال ديت لسه قدامها شهر او شهرين او ثلاثه، في افضل وقت لجبر الخواطر هذه الايام. تحياتي لكم كل مشاهدينا من برنامج أزمة أخلاق، على أمل أن نلقاكم يوم الأحد القادم في 9 صباحا. تحياتي لكم، إن كنا من أهل الدنيا ومن أهل الأرض انتظرونا في 9 صباحا يوم الأحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.